وفي جيج الطلبة سكان حي المذبح القديم بالطاهرة بضرورة تدخل العاجل لتجسيد مظاهر التنمية بحي سكني يفتقد لأدنى ضروريات الحياة على غرار وضعية الطرقات الكارثية. وقال المتحدثون لقناة البلاد بأنهم طالبوا مرارا من السلطات المحلية تجسيد وعودها تقرير لصالح تموم. حي المذبح القديم يعد من أعرق الأحياء ببلدية الطهير، إلا أنه يفتقد لكل مظاهر التنمية الحضرية. جل الطرقات بهذا الحي الكبير ليست معبدة، ترابية يصعب التنقل فيها ولا سيما في فصل الشتاء. احنا عندنا المشكل تاع الطريق غير مهيئ للناس بالسيارات، حتى السيارات راهي ما عادوش الناس يفوتوا من هنا لانه الطريق راهي مكسره، فما بالك الانسان الراجل اللي يمشي على رجليه، وخاصه بالنسبه للاطفال الصغار. الطريق هذه في الشتاء غير صالحه 100%، الغدران تمشي بالبوط ما تسلكش، لو تزلق تطيح بالك تبات في السبيطار، راهي في حاله خطيره جدا جدا المنطقه هذه. انعدام كلي لقنوات الصرف الصحي هو الأمر الذي جعل ساكنة الحي تدق ناقوس الخطر نتيجة تسربات المياه القذرة في وسط شوارع الحي. احنا رانا نعانيو من لاسينيس ما، راهم جاو خدموا هنا جماعة وجماعة خلوهم ما عندهمش لاسينيس ما، رانا بليفوس وليفوس في الشتاء راهم تيتعمروا بالماء وكيطلعوا لينا يخرج لينا الماء تاع ليفوس. وما زاد من معاناة الساكنة خصوصا في فصل الشتاء فيضان الوادي المجاور للحي. درك حنا رانا في معاناة كبيرة، كيجي الشتاء يعاود يفيض علينا الواد، يعني الطريق ما كانش، التروطوار ما كانش ويزيد يفيض عليك الواد. حنا رانا هنا في معاناة كبيرة نعانيوها، يعني الكارتي الوحيد في بلدية الطاهر اللي ما فيه والو، ما فيه الطريق، ما فيه التروطوار، ما فيه لاسينيسمو. هنا طاح لنا واحد الطفل هنا في هذا الفوسي هذا، لو عاود هنا لو ما جاش نبي صغير الله يبارك، صوتات هو صوفه من 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 من, من الواد هذا. وروحنا شكينا وقلنا لهم احنا رانا عايشين في يعني في حلم جيرية. من سلطاتهم البلدية انه تراعي هذه المطالب، ان تاخذ بعين الاعتبار هذه المطالب. اولا تهيئه مجاري الصرف الصحي كأول تدخل. ثانيا بالنسبه للطريق، يعني في اذا كان بالامكان انه يهيئون الطريق ولو مؤقتا في انتظار المشروع الاجمالي اللي يعطينا طريق محترم، يعني في منطقه حضريه. وثالثا بالنسبه للواد اللي فيه اختلال هناك، انه يصحوا لنا المجرى نتاع الواد بحيث ما يعملناش هنا فيضانات في الشتاء. والى حين الالتفات الى هذه النقاط السوداء، تبقى معاناه قاطني هذا الحي متواصله الى اشعار لاحق.